بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله الأخ والزميل العزيز العمري فاروق، ربنا يرحمه ويعفو عنه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته بإذن الله. الحقيقة النهاردة يعني من الأيام الصعبة جدا اللي ممكن تمر علينا، مش سهل أبدا انك تقف عشان تنعي زميل على مدار سنوات طويلة جدا. صعب جدا انك انت تلاقي كلمات توفي حقه، لكن العمري رحمة الله عليه عايش في وسطينا بإخلاصه في العمل، عايش في وسطينا بمواقفه مع كل المواقف الصعبة اللي مرت على النادي الأهلي، ومشاركته مع زمايله في مجلس الإدارة. النادي الأهلي مر بظروف صعبة، لكن الرجال المسؤولين عن النادي الأهلي من ضمنهم رحمة الله عليه العمري فاروق، كانوا ازاي بيتناقشوا، ازاي بيتحدوا، ازاي يكونوا كلهم على قلب رجل واحد علشان النادي الأهلي، علشان النادي اللي ليه فضل كبير جدا جدا على كل اسم بعد طبعا توفيق الله سبحانه وتعالى. فيش اسم مر في تاريخ النادي الأهلي وأصبح اسمه شهرة إلا بتوفيق الله ومن النادي الأهلي. العمري أحد هؤلاء. العمري رحمة الله عليه توفى وهو على مكتبه. وعلى فكرة إحنا كمجلس إدارة مفيش فينا حد دي مكتب، مفيش واحد مسؤول. كل اعضاء مجلس الاداره من اول 1907 لغايه النهارده محدش عنده مكتب، لان بقصد حجره الاجتماعات، ترابيزه الاجتماعات. وده احنا بنتوارثه مع بعض. علشان كده كان لازم يكون هناك تقدير مميز، تقدير خاص، إن واحد أثناء تأدية واجبه وتأدية مهامه اللي بيشتغلها وبدون مقابل، بيشتغلها حبا في الكيان. الكلام ده محدش هيلمسه ومحدش هيحسه إلا اللي فعلا صادقين في حب الكيان. محدش هيحس بده. وعشان كده أنا بقول عزائي النهارده إن العبري ساب أثر كبير في أسلوبه، طريقته، مناقشاته، مواقفه، آراؤه، عشان يستفيد منها الكل، سواء إداريين أو لاعبين. ده قيمة أبناء النادي الأهلي وقيمة اللي حبوا الأهلي بإخلاص. لازم كمان يبقى فيه إخلاص في المواقف الصعبة اللي هي زي النهاردة. إخلاص مننا، وزي ما قالها مولانا الوفاء. الوفاء يروح لأهله وللمستحقين. الوفاء في التجمع ده. الوفاء في إنك أنت باستمرار بتخلد ذكرى راحلين كثيرين جدا في النادي الأهلي. علمونا كلنا أساتذتنا الكبار اللي مروا على النادي الأهلي. النادي الأهلي سلسلة، الناس بيتعلموا من بعض والناس بيسلموا بعض علشان النادي الأهلي يبقى. كلنا إلى زوال، محدش فينا أبدا مخلد، محدش مخلد، الله سبحانه وتعالى بس.
لكن النادي الأهلي باقي ونحن كلنا زائلون، كلنا مش موجودين. عشان كده بدعو كل محب بإخلاص للنادي الأهلي، ويعمل أو لا يعمل داخل النادي الأهلي، حب النادي الأهلي بإخلاص، خليك مخلص في مشاعرك تجاه ناديك، خليك مخلص في عطائك، لأن في النهاية هو ده السبيل الوحيد لرفعة النادي الأهلي. كل أساتذتنا اللي مروا على في تاريخنا ممكن قوي يبقوا سعداء لما يشوفوا النادي الأهلي الحمد لله رب العالمين إنه يكون ماشي بهذا الشكل وبهذا التماسك وبهذه الروح. ولازم الأجيال اللي جاية، كلنا زائلون، الأيام اللي جاية هي أيام لازم إحنا كمان نغرس النبت الصالح، ولازم إحنا نوصل الأجيال القادمة إزاي يستمروا على نفس النهج. الحقيقة بشكر كل حضور، وأشكر على أسرة العمري فاروق، والده، والدته، زوجته، ابنه، بنته، إخواته، دول أقرب الناس لي، بشكرهم على صبرهم، وأكيد ربنا سبحانه وتعالى هيجازيهم على ده. في النهاية أحب إن أنا يعني حقيقة كنت كاتب يعني كلمة عشان نقولها، لكن لقيت الوضع مش مستاهل، مش مستاهل أبدا إن إحنا نقرأ من ورقة، مستاهل بس إن إحنا نتكلم بصدق. العمري بحكم مناصب نائب رئيس النادي الأهلي على مدار الست سنوات اللي فاتت، فالعمري اتكلمنا مع بعض كتير، اتكلمنا مع بعض في أمور، في يعني في اجتماعات خاصة لمست فيه اللي أنا بقوله النهاردة، لمست فيه اللي أنا بقوله النهاردة، حبه للنادي، إخلاصه، رؤيته وتفكيره. يمكن يعني الحاجات اللي أنا كنت باخد عليه شوية إنه هو بيشتغل كتير قوي وتفاصيله كتير جدا، بس ده كله عشان خاطر يحمي النادي كوجهة نظر من أي ضرب ممكن يحصل. تاني بكرر شكري لكل سادة الحضور، ألف رحمة ونور على زميلنا وأخونا العمري فاروق، ربنا يصبر أهله ويصبر محبيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.